متعارف عليه أنه أغلب الأطفال يحبوا يشربوا حليب مع الصباح، ونادراً جداً وين القاوة اللي يشربوا العصير ولا يأكلوا الفاكهة. أما الشيء المحير أنه كان أطفال ما يأكلوا والو في الصباح. حليب ساعة القاطو كمسة وساعة الجو شرب حليب بالشيكولا ونأكل قاطو. نأكل سيريال مع الحليب، بصح ناكلو شوية فيه الشوكولا بيعطي لي النشاط. نشرب حليب بليفينوازري كما يقولوا، بتي بان وكرواسون. في العادة ما ناكل والو، مين داك برك شغل ناكل حاجة خفيفة كيما ياغوت شوية لي فخوي، هذا ما كان ونحن قرا. ما نشربش حليب انا هكذاك، كي نكون راطا ندي تفاحة وناكل. موالف انا نشرب قهوة موالف لا لا. فطور الصباح من الوجبات المهمة لصحة أطفالنا، لكن الكثير من الأولياء ما يمدولوش أهمية كافية، وين يختاروا غير صحي ولا يخليوا أبنائهم هما اللي يختاروا، وبهذا تكون أغلب اختياراتهم خاطئة. النورمال نقدر نتحمل، عندي نشاط، بس كي ماما تعطيني قوتي ولو كي ناكل كرشي توجعني. زعما في الصيف ناكل حتى العشرة ولا كليت السبعة ثمانية تسعة نتقية. نجوع بالخف ليكول من داك نعيا، بصح في وقت اللمجة ناكل حاجات صحية. في أيام المدرسة نلبس حوايجي وندي ماري ومالف نشرب قهوة ومالف لالا. هل مثل هذه العادات قادرة تسبب ضرر لصحة أطفالنا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، واش هي النصائح اللي نقدموها لهم باش يضمنوا فطور صباحي مفيد وتغذية صحية سليمة؟